أطلقت مؤسسة حياة كريمة رابع جلسات للحوار المجتمعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ستبدأ قريبا، وذلك من أجل الوصول لكافة فئات المواطنين في قرى الريف المصري وبمشاركة القوى الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية التي بدأتها المؤسسة. كان رابع لقاء حوار مجتمعي للمبادره الرئاسيه حياه كريمه، وكان تاني لقاء في مركز مدينه ابو سوير، والحمد لله كان لقاء مثمر جدا، وتم استماع لحوار كبير جدا مع المواطنين. عشان ناكد ان احنا كجهاز تنفيذي لمركز مدينه الاسماعيليه بالكامل دينا كل المعوقات ووفرنا كل الامكانيات المتاحه وعملنا قرارات التخصيص، وبناكد لاهالينا وناسنا بابو سوير ان احنا على قلب رجل واحد لرفع وتوفير حياه كريمه لاهلنا وناسنا بكل 6 قرى المتواجدين بمركز مدينه ابو سويه.